لقاء اليوم مع السيد رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة المعنيين بالحوار الاجتماعي، وجاء في جولة لأن كان التزام في اتفاقية 30 أبريل. وجاء أولا بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية الشعوب، النقطة الأساسية كانت هي القدرة الشرائية ديال الطبقة العاملة وديال المواطنين، لأن الكل كيعرف الارتفاعات الغير مسبوقة ديال الأسعار وديال الحروقات والعديد من المواد الأساسية. فكان التركيز أساسا لتفعيل أحد الالتزامات اللي كان في اتفاق ديال 30 أبريل، واللي فيه جوج ديال الإجراءات. الإجراء الأول هو مراجعة الضريبة على الدخل، باعتبار أن الأجراء تتنقطع من المنبع بشكل مباشر، وما كاينش عداله جبائيه وكاين ضغط جبائي على الطبقه العامله، لان خص مراجعه ديال الضريبه على الدخل من اجل التخفيف ديال هذا ومن اجل نوع من العداله، وهذا جزء من تحسين الدخل بالنسبه للاجراء. الاجراء الثاني كيمس زياده العامه في الاجور، خاصه الوظيفه العموميه، باعتبار ان اتفاق ديال 30 ابريل كانت زيادات ديال 5% في السميك و10% في السماك والحد الادنى للاجر في القطاع العام. اليوم بدون احنا كنا واضحين مع الحكومه، بدون لغه ديال الاكراهات وبدون لغه ديال التبريرات، الوضع الاجتماعي وضع مقلق وكيطلب كيفرض زيادات محترمه باش يمكن الطبقه العامله تواجه تكاليف الحياه. المساله الثانيه متعلقه بالحريات النقابيه، رغم احنا توقفنا على توقيع الميثاق الحوار الاجتماعي واللي كيأسس العلاقات والحوار الاجتماعي على جميع المستويات، لكن على مستوى الترجمه مازال لاحظنا كاين نزاعات اجتماعيه مزمنه اللي مازال ما تمش المعالجه ديالها، وفيها ضرب ديال الحريات النقابيه، اما تيتم طرد مكاتب نقابيه او اعضاء او مناديب او غيرهم، او اغلاق مقاولات بدون موجب قانوني. وبالتالي انه طلبنا من الحكومه ان هي المسؤوله على فرض احترام القانون، وبان المقاوله خص تكون عندها احترام الجانب القانوني، المسؤوليه القانونيه احترام اي زيادات، لان لا يعقل باش تكون زياده في السميك وما تنعكش، ولا يعقل باش يتم التلاعب بالتصريح بالعمال في القطاع الخاص. معنا هادو جوج النقاط. وثاني شيء يعني مسؤوليه اجتماعيه، انه احترام ظروف العمل ولا كاين القطاع العام ايضا لاحظنا، وهذا الشيء اللي تم الالتزام به، هو انه العديد من القطاعات اذا استثنا التعليم والصحه، اللي الصحه تم فيها توقيع القطاع ديال التعليم، هناك مفاوضات واشواط متقدمه من اجل الوصول لاتفاق. العديد من القطاعات الحكوميه ما فيهاش حوار او حوار ما غاديش في الاتجاه الصحيح، فالتزم رئيس الحكومه باش يوجه جميع الوزراء من اجل العوده ومن اجل اعتماد حوار قطاعي من اجل المعالجه ديال هذه القضايا الاساسيه. هادو هما القضايا اللي كانت مطروحه، كيف قلت تحسين الدخل والحريات النقابيه والحوار القطاعي، هادو القضايا اللي كانت اساسيه بالنسبه. وكاين التزام ديال عقد لقاء في الايام المقبله مع السيده وزير الماليه والسيد المنتدب الميزانيه من اجل الوقوف على الاجراءات المتعلقه بتحسين الدخل ديال الطبقه العامله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.